انا الفجر هو انبع الشدى العطر وملهمتي انا شدي وايات من الشعر سلام انت الحاني وحلم بالهوى العذر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 7 أغسطس العام 2023، الرسالة رقم 508، حوار مفتوح حول ملف متضرري حرب الخليج والتعويضات بالنسبة للسودانيين في أغسطس 1990. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم اليوم الاثنين 7 أغسطس العام 2023، الرسالة رقم 508، حوار مفتوح حول ملف متضرري حرب الخليج والتعويضات. التحية لكم عبركم لهذا الشعب السوداني العظيم
التحية للشهداء، رب يتقبلهم برحمته الواسعة والشفاء العاجل للجرحى وعودة آمنة للمفقودين. وتحية إلى أهلنا وأحبابنا في معسكرات النازحين واللاجئين وللسودانيين في المهجر. والتحية عبركم إلى جيشنا القوات المسلحة السودانية الباسلة، قوات الشرطة الأمن في معركة الكرامة والسيادة الوطنية. طبعا التباشير النصر زي ما ذكرنا من أول يوم، النصر القوات المسلحة طبيعة الحال، والقوات المسلحة متقدمة دوما ودائما ومنتصرة بإذن الله. وزي ما قلنا إنه في تفاصيل العمليات العسكرية اليومية، طبعا ده شأن القوات المسلحة، وشأن الناطق الرسمي للقوات المسلحة هو من يصرح عن تفاصيل المجرى العمليات الحربية وكده. لكن إحنا الشيء اللي بنقدر نقوله إنه ما زلنا عند حسن الظن بالقوات المسلحة، وصيغتنا بالقوات المسلحة قادرة إنها تدحر الأعداء، قادرة تدحر وتهزم الميليشيا الجنجويد، وقادرة بطبيعة الحال أن تهزم القوى الغازية المرتزقة جايين من جنوب الصحراء، جايين من ليبيا ومن تشاد وأفريقيا الوسطى ومن مالي ومن النيجر. وبطبيعة الحال الشعب السوداني ملتف حول قواتنا المسلحة الباسلة، لأنه قلنا معركة كرامة وسيادة وطنية، ولا شك إنه قناعتنا بالنصر دوما إن شاء الله. والتفاصيل اليومية طبعا زي ما نحن نقول دائما إنه قوات المسلحة عندها خطة استراتيجية، وعندها بطبيعة الحال استراتيجية في التعامل مع العملية الانقلابية الفاشلة والتعامل مع الغزو الأجنبي، لأنه عمليتين لأول مرة تحدث في السودان، إنه يكون في انقلاب عسكري داخلي ويكون في غزو خارجي أجنبي ومدعوم إقليميا ودوليا، وعنده جناح سياسي وأحزاب سياسية، وعندها طابور خامس، والتفاصيل بتعرفوها كلكم، ما محتاج أنا أعيد نفس التفاصيل دي. زي ما الحال والأمور يعني أنا شايفها متقدمة، والنجاح للقوات المسلحة مستمر في الميدان، هي عبارة عن فترة ما بنقدر نحددها كم، لكن فترة قريبة إن شاء الله يتم إعلان النصر الكلي لدحر الميليشيا الجنجويد والمرتزقة. نحن دائما في اللايفات اللي بنقدمها لصوت الحق والضمير دائما نحاول نقدم تصورات ورؤى أكثر من كون تعامل مع الأحداث. يعني في ناس بيتابعوا أخبار الليلة في أم درمان في الثورة، طلعوا مواد نوباوي مشوا على الشجرة، مشوا على المدرعات طلعوا منها، مشوا على الباقير. في ناس كتر خيرهم في الأسافير وفي لايفاتهم وفي مشاركاتهم بيقوموا بدور جيد في عملية الرصد الأحداث اليومية. أنا بالنسبة لي مهموم دائما بالتصورات، الأفكار، الرؤى، القضايا الاستراتيجية، المسائل القانونية، القضايا السياسية، القضايا اللي احنا بنتكلم عنها على المستوى النظري اللي هي بتتعلق بالدولة، يعني أكثر من نتكلم عن الأحداث اليومية. فبالتالي في ناس بيقوموا بهذا الجهد وجهدهم مقدر، يتحدثوا عن تفاصيل الحراك اليومي. فأنا بالنسبة لي زي ما ذكرت دوما تكلم عن قضايا استراتيجية، تكلم عن قضايا قانونية، قضايا سياسية، قضايا مرتبطة بالدولة والبناء بتاع الدولة. وبطبيعة الحال بنتكلم عن ما يحدث الآن في الإطار الكلي، وطبيعة الحال في ضربات على اللايف. يعني طبعا خلال الفترة الأخيرة دي لقيت كمية هائلة جدا من الشكاوى على الفيسبوك، فبالتالي نعمل شير، نعمل لايك بشكل مستمر. يعني دي الحتة الوحيدة اللي احنا ممكن نحمي بيها اللايف من الشكاوي. طيب زي ما أنا قلت دائما إحنا نحاول نتكلم عن التصورات المستقبلية، نتكلم عن القضايا الكلية وليس الأحداث اليومية السريعة، لأن الأحداث متغيرة، امبارح ما زي الليل وبكرة متغير، لكن التصورات حاولنا نقدم منها أفكار كثيرة جدا. ما بعد المحاولة الانقلابية فاشلة قلنا أهمية تكون في لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة، وزي ما قلنا بحمد الله صدر القرار، أنا تكلمت عنه في لايف سابق، القرار اللي هو رقم 143 لسنة 2023 شكلوا لجنة، وأصبحت اللجنة عندها اختصاصات في الرصد الانتهاكات والجرائم، وعندها الحق إنها تستدعي كل شخص للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، وعندها إجراءات قانونية داخل السودان وخارج السودان،
وعندها يعني قضايا كثيرة جدا مهتمة بها وتقييم لها وعرضها على المحاكم وعلى المؤسسات الأمنية والعسكرية داخل السودان، والتعاون أيضا مع المنظمات الخارجية، وبطبيعة الحال بترصد كل المقاطع الصوتية والفيديوهات على أساس أنها تقدم للمحاكمات، وكذلك تقدم شكاوي ضد الميليشيا الجنجويد ومن يدور في فلك هذه الميليشيا. أنا ما هخش في التفاصيل النقطة دي لأنه متبينة أن هناك دول داعمة للمحاولة الإنقلابية الفاشلة، دول داعمة ماديا ولوجستيك وعسكريا وإمداد للقوات المتمردة، دول عندها طابور الخامس، عندها قوى حزبية بتشتغل معاها. لكن طبعا نحن الكلام التفصيلي هو كلام بتاع قانون بعدين، لذلك أنا ما أقدر أخش في التفاصيل لأنه بطبيعة الحال دي تعتبر من المسائل المهمة في عملية التحريات، عشان نحن زي ما بنقول في مسائل لا يقال ولا يتحدث عنها الآن، إنما هي معروفة لكم، لكن بالنسبة لنا وللجنة المعنية بجرائم الحرب والانتهاكات هي بترصد الجانب القانوني في تورط الدول المعينة. ليه؟ لأنه قلنا بعد الحرب ما تنتهي بتجي مرحلة التعويضات، وبطبيعة الحال بتكون في مرحلة المحاكمات. التعويضات دي بتتحملها الميليشيا الدعم السريع، شنو القروش اللي عندها، الممتلكات اللي عندها داخل وخارج السودان. كذلك الدول التي تتورط في هذه المسائل، عندنا القضاء الدولي، محكمة العدل الدولية، وعندنا مؤسسات كثيرة جدا بنعرف نتعامل مع تلك الدول وكيف بنجبرها إنها هي تدفع هذه التعويضات. لكن زي ما بقول أخواننا، المسألة دي عايزة أدلة قانونية. الأدلة القانونية الجهات الممكن تصل لهذه الأدلة، جهاز المخابرات السوداني عنده القدرة إنه يصل للعلاقة، كذلك الاستخبارات العسكرية، الأجهزة الشرطية، النيابة العامة، دي جهات قانونية منوط بها إنها توفر الأدلة اللي إحنا ممكن نقدم اتهامات لهذه الدول. فأنا ما بقدر أقول الكلام ده، طبعا في ناس بيقولوا الكلام ده مفتوح، لكن أنا بالنسبة لي لأنه ممتهن مهنة القانون وبطبيعة عملي كمحامي لا يمكن أتحدث إلا إذا كان عندي دليل في يدي. هذه الدول عندنا الأدلة المتاحة يعني كذا وكذا، أي لكن إحنا دارين الأدلة الدامغة اللي بتثبت تورط هذه الدول. يبقى بعد ذاك الدولة ما نديها الفرصة إنها تقول لا ما مورطة، لا مورطة. فبالتالي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية هي اللي بتقدر تقدم الأدلة. أنا ما داري أتكلم عنها الآن لأنه زي ما أقول إحنا نتكلم في لايف، وهذا اللايف بيحضروه عشرات الآلاف. بطبيعة الحال الأجهزة الاستخباراتية معروفة بتحضر، وبالتالي لا يمكن إحنا نتحدث عن أدلة يمكن أن تطمس هذه الأدلة الآن. إذا إحنا جبنا سيرتها ممكن يتم يغطغطوها، وفعلا هم الآن شغالين عشان يغطغطوا على هذه الأدلة. لكن الأجهزة بطبيعتها حافظت على هذه الأدلة. أنا بالنسبة لي كمحامي وكبقدم محتوى بطبيعة الحال عندي بعض الأدلة، وقد يكون أنت عندكم بعض الأدلة، فدي تيجي بعدين لما نجي لمسألة المحاكمات وكده. بعدها كل زول بيمرق الأدلة بتاعته. طيب الكلام نستفيد منه في شنو؟ نستفيد منه في مسألة التعويضات. ممكن واحد يقول لي يا أخي ده وقت الكلام ده، أيوة ده وقته، بالنسبة لي ده وقته. أنت عندك حاجة تقولها أطلع عليها تقولها، ما نحن بنوزع على الأدوار زي فرق الكورة، في جون وفي في دفاع وفي وسط وفي هجوم وفي رأس عربة وفي أجنحة، كل زول يلعب في الحتة اللي بيعرف يشتغل عليها، مش كده؟ فأنا ده المجال بتاعي بتاع القانون، أنا بفهم في مجال القانون وبعرف أتكلم متى وكيف وشنو الدلائل بتاعتي، ده الشغل اللي بقوم به. في زول تاني بيفتكر إنه لا في موضوع تاني مهم، أيوة عنده الحق يطلع لايف ويتكلم عن الموضوع اللي هو بيفتكره مهم. كل المواضيع مهمة، لكن بعد ده كل زول بيتكلم في الحتة المتخصص فيها. فأنا حابي أتكلم عن الجزئية دي اللي هي دي بتكون مرحلة لاحقة هي، لكن من الآن لازم نتكلم عنها. زي ما تكلمنا زمان قلنا من المهم تكون في لجنة
قانونية لجنة تقوم بعملية تجميع البينات والأدلة، والحمد لله زي ما قلنا صدر القرار رقم 143 من مجلس السيادة بتشكيل لجنة جرائم الحرب والانتهاكات. كده نحن مشينا خطوة متقدمة جدا. المرحلة الثانية إنه هذه اللجنة افترض تكون عندها فرعياتها وعندها لجانة القاعدية داخل وخارج السودان، وعندها برضو جزء هام جدا اللي هو مثلا التدريب المحققين وتفاصيل. طبعا أنا برضو ما أقدر أخش في كلام كثير جدا لأنه بعرف إنه الجنجويد برضو في الصفحة بيحضروا، وطبعا بطبيعة الحال بيخربوا أي أفكار إحنا بنقولها، لكن قدر اللي إحنا اللي عندنا بنوصله للجهات المعنية باعتباره يهتموا بتطوير عمل اللجنة عشان اللجنة عملها ما يقيف ولا يموت، لأنه في لجان كثيرة جدا حدثت إنه قبل كده اتشكلت لكن ما نجحت، يعني كنموذج لجنة فض الاعتصام. وأنا ما أدري أطلع من الموضوع الجاي له، لكن دي مقدمة برضو عشان نفهم لجنة فض الاعتصام، لجنة التحقيق في فض الاعتصام إذا بتذكروا أنا تكلمت عنها قبل ما يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية، قلت افترض تكون لجنة دولية لتحقيق في فض الاعتصام، لأنه بطبيعة الحال العملية فض الاعتصام كان فيها دور ضخم جدا قامت به قوات الدعم السريع، وكان المسؤول عن تأمين منطقة الخرطوم هو حميتي اللي قوات الدعم السريع. القوات المسلحة وزعت الخرطة التأمينية، الجيش بقى ماسك أم درمان، الشرطة والأمن ماسكين بحري، الدعم السريع استلم الخرطوم بما فيه محيط القيادة العامة والموقع اللي حصل فيه فض الاعتصام، دي كانت مسؤولية مباشرة. والقوات الجاد دخلت وصوروا أنفسهم وهم بيحتدوا بيختصبوا بيقتلوا، وحدث ما حدث ده موثق. فلذلك أنا كنت في الوقت ده بقول لكم أنا يفترض عشان تطلعوا من الحرج، لأنكم أنتوا شركاء، أنتوا الآن دخلتوا الدعم السريع معكم في الوثيقة الدستورية، وبالتالي على أساس أنه اللجنة تكون محايدة أفضل تجيبوا لجنة من جنيف معروف في مجالس التحقيق وفي خبرات دولية حكيت عنها كثير جدا تجارب، يمكن أن تستعينوا بفلان وفلان واللجنة والتكوين حقها الوقت داك أصلا كانوا مبيتين النية أنه اللجنة دي تموت في محلها، لأنه في مقابل أنه يكونوا داخل الوثيقة الدستورية، وفي مقابل أنه يكون هم جزء من الحكومة الجاية، وفي مقابل انه يسكتوا لانه هم متورطين ايضا مع حميتي. وده الكلام اللي قاله حميتي انه في اتفاق مع احزاب سياسيه مع قيادات مدنيه في عمليه فض الاعتصام. لذلك هم عايزين يسكتوا الشعب السوداني وضحايا فض الاعتصام واسره، عايزين يقول لهم والله احنا شغالين في اللجنه، واصل اللجنه دي ماتت في يوم اتولدت. لذلك عملوا اللجنة دي عن طريق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ولما شكل اللجنة بقرار منه كانت بترجع إلى قانون لجان التحقيق 54، قانون عبارة عن سيناريوهات، وحدث 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 والموضوع انتهى، والشهود ما ملزمين يجوا محكمة ولا التغريب يمشي المحكمة، عبارة عن ونسة. ده اسمه قانون تغسل حقائق 54. أنا لو كده عملت لايف ووضحت إنه يا أخي الكلام ده ما صح، لأنه ما أنت تقدر تعمل لجنة التحقيق. لجنة التحقيق المفروض تقوم على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وسلطات النيابة العامة وكده. فبعد ده قام عدل، بعد ما نحن تكلمنا حتى نعدل من الاختصاص لقانون تقصي الحقائق، قال يا إخواننا خلاص إحنا هنكبر الموضوع ده، وجابوا فيها نبيل أديب ومشوا لمولانا الحبر وقال له أدينا سلطاتك. الحبر ما عنده علاقة، هو النائب العام ده سلطة مستقلة زي رئيس القضاء، والنيابة العامة هي نيابة تنوب على المجتمع والدولة، لكن الغحاتة ديل قالوا لا الموضوع ما يكون عند النيابة، يفترض التحقيق يكون عند النيابة، ما بتعمل لجنة خاصة. يا عملت لجنة دولية عن طريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكذا والتفاصيل بنعرفها نحن، أو تعمل النيابة العامة لجنة لأن هي عندها سلطة أصيلة في توجيه الاتهام والتحقيق. فقالوا لا بس ادينا يا الحبر سلطاتك. الحبر قال جدا عندكم السلطات بتاعت النائب العام كلها، انكم تفتحوا بلاغ وتحققوا وتشيلوا الادله وتمشوا المحكمه، كل شيء سلم الحبر لنبيل اديب. طيب حصل شنو بعد ذاك؟ هو نبيل دخل بحله خجل زي ما اقول وطلع بابو حمد. فبقت المساله انه ليل ليله
2023 لجنة التحقيق في فضل الاعتصام من 19، يعني 20 21 22 4 سنوات اللجنة ما قدرت تقدم تقرير، لأنه أصلا المنوط بها ما تقدم تقرير. وزي ما قلنا وحدث، فالآن اللجنة اللي تكونت دي لجنة برئاسة ممثل النائب العام، يعني أصبحت سلطتها سلطة النيابة العامة. إذن اللجنة دي أفضل من اللجنة بتاعت نبيل أديب من الناحية المرجعية القانونية لها. الحاجة الثانية، لجنة نبيل أديب دي لجنة تتبع لمجلس الوزراء، لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء مجلس حكومة سياسي، لكن هنا ده المجلس السيادة، بقت هنا سلطة اللجنة والتكوين أعلى درجة من لجنة نبيل أديب من ناحية قانونية. اللجنة فيها ممثل النائب العام، ممثل وزارة الخارجية، مفتش العام لوزارة العدل، مفوضية حقوق الإنسان، استخبارات عسكرية، الشرطة، المخابرات العامة، تكوين جيد. لكن بعد ده اللجنة هي ذاتها محتاجة تدعم نفسها بكفاءات وخبرات، سواء كان أعضاء لجنة أو كان متعاونين مع اللجنة. بعد ذلك بتتشكل أجهزة اللجنة ذاتها والهيكل بتاعها واللوائحة عشان يكون في عمل فعلي، يعني ما تظل لجنة على المستوى الهرمي القيادة فوق وتحق ما يكون عندها تفريعات وما عندها تأثير، لأنه العمل اللجنة عمل كبير جدا داخل وخارج السودان. فبالتالي افتكر انه اللجنة محتاجة قعاد ومحتاجة اعداد تصور بتاع عملها، وطبعا بطبيعة الحال لابد يكون في هيكلية وفي لائحة وكده الى اخره من التفاصيل دي. طيب الكلام ده كله الغرض منه شنو؟ اذا اللجنة هذه جودت العمل حقها بتكون في تعويضات. لازم نربط الحاجتين، نجاح اللجنة هو الوصول لحقوق المظلومين المتضررين ضحايا جرائم الحرب. إذا اللجنة دي ما نجحت في عملها ما في تعويضات. دي الحتة أنا بركز عليها وشرحتها لكم بشكل مستفيض، نجاح اللجنة نجاح التعويضات. إذا ضرورة إنه المواطن يتعاون مع اللجنة عشان اللجنة تنجح. اللجنة نجحت، المحاكم ممتازة، التعويضات بيجيك. طيب دي مقدمة مهمة جدا في ذهننا. نجي لموضوعنا، التجربة بتاعت حرب الخليج. وأنا بتيح الفرصة إلى كل الناس اللي كانوا مشاركين في لجان التعويضات بتاعت حرب الخليج. طبعا حرب الخليج الثانية بسموها أم المعارك أو حرب تحرير الكويت، وسموها عملية درع الصحراء، كانت في 7 أغسطس سنة 90 لغاية 17 يناير 91. بعد ذلك جاءت عاصفة الصحراء للمرحلة الثانية من 17 يناير إلى 28 فبراير سنة 91. طبعا الحرب دي شنتها أمريكا في تحالفها 34 دولة ضد العراق، ومجلس الأمن منح تفويض كامل لهذا التحالف لهزيمة العراق وإجلاء العراق من الكويت، وده حصل في 28 فبراير 91. يعني العملية تمت الاحتلال الكويت في 2 أغسطس 90 إلى 28 فبراير 91، يعني أخذت حوالي 6 شهور 3 أسابيع و5 أيام تقريبا. الموقع بتاع العمليات الكويت، العراق، السعودية، الخليج. دي من الحاجات المهمة. أخيرا حصل انسحاب عراقي من الكويت وعادوا النظام. طبعا حصلت عقوبات على العراق، خسائر ضخمة جدا فادحة في الكويت وفي العراق، وعملت مناطق حظر الطيران في العراق، منح الجيش الأمريكي أوسمة الحملة للناس يشاركوا فيها. بعد فترة قصيرة طبعا بوش أرسل قوات أمريكية إلى السعودية سموها درع الصحراء، طبعا تفاصيل كثيرة جدا، لكن قيل انه العدد كبير جدا بتاع الموتى والشهداء والجرحى، الخسائر كانت كبيره جدا. يعني انا ما اقدر اخش في التفاصيل، لكن الاسباب
بتاع الدخول العراق إلى الكويت، طبعا كثيرين بيعرفوا جانب التاريخ إنه الحدود وإنه النفط، كان بيقولوا إنه الكويت كان بيسحب النفط عن طريق حفر آبار مائلة، يعني الآبار بدأت تنزل دغري بتنزل بالجنبة بتمشي تشيل من العراق، دي كان واحدة من الادعاءات. كذلك حرب العراق مع إيران كلفت قروش كثيرة جدا، العراق بيفتكر إنه هو تحمل عبء مواجهة إيران لصالح دول الخليج، وبالتالي على الكويت إنه تدفع قروش زي ما طالب السعودية تدفع قروش، دي اعتبرها ديون. فموضوع طويل جدا، أرد الأفعال طبعا زي ما قلنا كبيرة جدا، وصدرت بها قرارات دولية، وبطبيعة الحال أنا ما أدري أخش القرار في 660، وأهم قرار طبعا 678 من مجلس الأمن اللي هو عمل التفويض وعمل شغل كبير جدا على سحب القوات الأمريكية، سحب القوات العراقية من الكويت. على العموم في الوقت ده السودان طبعا في حاجة اسمها دول الضد، لما حدث الدخول واجتياح واحتلال العراق للكويت في دول وقفت مع الكويت، اللي هم بطبيعة الحال السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، مصر، سوريا، المغرب، دول وقفوا مع الكويت. في دول تحفظت اللي هي زي السودان والجزائر وتونس ومنظمة التحرير الفلسطينية، موريتانيا وليبيا، لاحقا سموها دول الضد لأنه قالوا لهم دي حرب واضحة جدا، أنت مع الكويت ولا مع الاحتلال العراقي؟ كونك تقول والله أنا متحفز معناته تتواقف مع العراق. على العموم طبعا الإعلام العالم يشتغل في الموضوع ده، وطبعا كل الناس اللي كانوا حاضرين شهدوا يعني معارك كانت كبيرة جدا، خاصة الطيران الحربي قام بأكثر من 109,000 في قارة جوية، 109,000 قارة جوية على خلال 43 يوم، بمعدل أكثر من 2000 قارة جوية. الوقت ده نحن بنتفرج في التلفزيون السماء مليان طيارات ماشية وجاية ماشية وجاية، فديل استخدموا حوالي 60,000 طن من المتفجرات ومن القنابل. يعني كان سنة 90 91 حدث عالمي، كل المحطات الفضائية طبعا في الزمن داك ما كانت بحجم الليلة يعني، لكن على القدر المكان موجود داك، والتلفزيونات كان بتنقل صح، كانت في صعوبات. أنا أتذكر ناس المراسلة بتاعت CNN قالت أنا المرة الجاية حيكون مساهمتها من داخل بغداد، كانت تتكلم من نيويورك، أتذكر يعني هذه المرأة الإعلامية قالت المرة الجاية أنا من داخل بغداد، وفعلا يعني كانت المذيعة من داخل بغداد. طبعا الصحاف وكل القضايا دي معروفة يعني، واستخدمت فيها القنابل الذكية والعنقودية والصواريخ بتاعت الكروز. على أي حال في مواضيع تقارير يعني إذا دخلتوا على الميديا بتلقوا تقارير كثيرة كتبت في هذا الموضوع، وأنا ما أقدر أخش في المواضيع العسكرية لأنه مواضيع كثيرة جدا، إذا دخلنا التقارير حنكتشف إنه كانت حرب ضخمة جدا شاركت فيها أمريكا بأكثر من 600,000 مقاتل في عمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء. السعودية برضو شاركت في حدود 100,000، والمملكة المتحدة ب 45,000 مقاتل، مصر كان عندها حوالي 35,000، فرنسا 18,000، سوريا 14,000، المغرب 13,000 جندي، الكويت طبعا عندها حوالي 9,000 جندي، عمان 6، باكستان حوالي 5,000، كندا حوالي 2,000، الإمارات 4,000، قطر 2,000، بنغلاديش 2,000. فالمسألة كانت ضخمة جدا جدا، زي ما قال أخوتنا علوية عيسى قالت لي عشنا أيام رعبي في حرب العراق، فعلا يعني كانت حرب ليس سهلة يعني، كل الدول العالم كانت موجودة فيها وشاركت فيها، وفي دول دفعت قروش كثيرة جدا في هذه الحرب زي السعودية حوالي 16 مليار دولار، الكويت 16، الإمارات 4 مليار، اليابان 10 مليار، ألمانيا 6 مليار إلى آخره. يعني أنا ما أقدر أخش كلام كثير، لكن دي رؤية عامة عن وضعية الحرب والتواريخها. ندخل في التعويضات، أنا أقدر أشوف مين الدخل معي، إذا كان في واحد من أخواننا محمد إذا كان هو من المشاركين في حرب الخليج أنا بدي الفرصة لاسمه طوالي، إذا ما كان هو مشارك أنا بعتذر له يعني. أنا حريص الآن نسمع الناس كانوا في حرب الخليج والتعويضات، لأنه عايز أذكر معلومات إذا هو فعلا
من المتضررين بيكون مفيد يا محمد، لغاية ما يدخل علينا محمد. صدر قرار زي ما أنا قلت 692 من المجلس الأمن الأمم المتحدة، وتم اعتماده في يوم 20 مايو سنة 91، وبعد ذلك صدرت قرارات 674 لسنة 90، 686 91، 687 91، وأنشأ مجلس الأمن لجنة للأمم المتحدة للتعويضات. تركزوا معي، الأمم المتحدة مجلس الأمن أنشأ لجنة للتعويضات لمعالجة مطالبات التعويض الناجمة عن غزو العراق للكويت. طيب اللجنة دي شكل لها مجلس إدارة في جنيف، وبيعمل على تنفيذ الأجزاء المطلوبة من القرار 687 لسنة 91، وطلب من الدول إنها تتعاون مع مجلس الإدارة في موضوع شنو التعويضات. طيب لاحقا مجلس الأمن قفل الملف رسميا. أنا بعدين أحكي التفاصيل لكن دي خطوط عامة. لاحقا مجلس الأمن في فبراير العام الماضي، فبراير العام الماضي أنهى مجلس الأمن وبالإجماع تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت سنة 90. الملف اتقفل. اللي بتابعوني الآن من المتضررين عددهم تقريبا في السودان حوالي 42,000 من المتضررين. طبعا بعضهم توفى له الرحمة والمغفرة، وبعده ظهرت الورثات، وبعضهم ما زالوا موجودين. في ذلك الوقت ممكن حنلقى الشباب في العشرينات، الآن في الخمسينات، في ناس في الثلاثينات، الآن في الستينات، في ناس في الأربعينات، الآن في السبعينات. فنحن ممكن نقول الحدث ده كان عبارة عن مأساة متجددة. أنا بالنسبة لي كمحامي أتضامن مع كل المتضررين من عدم استحقاقاتهم لأموال التعويضات، والحد وضح وين هي كانت المشكلة. لكن أنا متعاطف جدا وأقف تماما متضامنا مع كل الذين هضمت حقوقهم في عملية التعويضات، وحنوضح لماذا. على كل المبلغ الكامل في عملية التعويضات كان في حدود 52 مليار دولار، 52 و400 مليون دولار. يعني نحن عشان ناخذ الرقم صحيح 52 مليار و400 مليون دولار ده الإجمالي بتاع مبلغ التعويضات. الوزير الخارجية العراقي اسمه فؤاد حسين قال أوكي، يعني مبسوط على إنه اتدفعت المبالغ اللي هو 52 مليون دولار مليار دولار. طيب اللي حصل بعد ذاك عشان نوضح المسألة، إنه العراقيين طبعا لما جاهم القرار بتاع مجلس الأمن وافقوا، قال والله ما عندنا ما ندفع التعويضات دي، لأنه ده قرار كان خطأ من صدام حسين، لأنه زي ما قلنا بعد ذاك صدام تغير نظام الحكم. مؤيد قال لي موجود. طيب يا مؤيد أنا خليك تدخل معي. بسم الله. مؤيد مرحب بك. طيب العراق قال أوكي ما عنده مشكلة، ممكن يساهم بيدفع حوالي 0.5% سنويا من الإيرادات النفطية. طبعا العراق عنده نفط كميات ضخمة جدا، فقالوا هم ما عندهم مشكلة إنه يدفعوا حوالي 4.6 مليار دولار لتعويض الكويت من التنمير المنشآت النفطية. لأنه العراق لما انسحب، الجيش العراقي انسحب من الكويت، عمل شنو؟ تفجير لمواقع النفط، يعني عمل دمار غير الدمار الحصل داخل الكويت. يعني نحن المشاهد شفناها الآن للجنجويت في الخرطوم كمثال، اغتصبوا، سرقوا، نهبوا، قتلوا، كل ما انت في ذهنك من جرائم. طبعا الوقت ذاك ما كانت في المحكمة الجنائية الدولية، الوقت ذاك ما في محكمة الجنائية الدولية، وكان الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التطهير العرقي. دي كانت جزء من عملية التطور النظري للقانون الجنائي الدولي. لا
المسألة دي أخواننا من بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الأفكار يعني وسط القانونيين وكذا يطوروا هذه الأفكار ويرسخوا مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب. أنا قد أكون محظوظ إنه حضرت زي ما ذكرت قبل كده دورة دراسية في سيراكوزا في المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية في إيطاليا في 91 في شهر 6. يعني في تلك الأيام ذاتها النقاشات وكده أنا كنت من الناس الواحد يعني سعيد إنه حضر هذه الدورة الدراسية. وفي الدورة دي استصحبنا التطور الحصل القديم لأنه كل زول بيجي يعمل إضافة، فكان في تراكم عمل قانون محترم جدا جدا. ونحن جينا في 91 وبعد ذلك حصل تطور للجرائم ضد الحرب اللي هو جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية ولاحقا العدوان. دي كلها مشت في إنه لابد أن تكون هناك محكمة جنائية دولية ويتعمل نظام روما قالوا نظام المحكمة الجنائية الدولية تم التوافق حوله والتوقيع بعض الدول في سنة 98. بعد ذلك أصبح هذا النظام الأساسي بتاع روما للمحكمة الجنائية الدولية ساري في 2002. والسودان أنا ذاك تم التوقيع برضو دي معلومة مهمة جدا. واحد يقول لك السودان ما وقع، لا السودان في 98 كان مشارك في لجنة الصياغة. يعني زادة نحن بنقول والله مفخرة لنا كسوداني شاركنا زي دول كثيرة زي أخواننا في مصر، ونترحم في هذه اللحظات لأستاذنا وله كان دور كبير جدا جدا في هذه المحكمة الجنائية الدولية وعنده كتابات ضخمة جدا، وكان هو مدير المعهد الدولي للعلوم الجنائية في سيراكوزا اللي هو البروفيسور محمود شريف بسيوني له الرحمة والمغفرة. هو مصري من أصول مصرية لكن ماخذ الجنسية الأمريكية، وكان هو عميد كلية الدراسات الجنائية في جامعة شيكاغو، وكان رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي. وبعد التقينا معه في دراستنا في إيطاليا جينا عملنا الجمعية السودانية للقانون الجنائي سنة 91. بعد ما خلصت الدراسة وجيت راجع بدينا نؤسس الجمعية السودانية للقانون الجنائي فرع للجمعية الدولية للقانون الجنائي 91. بحكي لكم ده تاريخ. فالآن لما نجي نتكلم عن المسائل الجنائية والآي سي سي ما بنتكلمها من جانب الهواء أو قالوا لنا وسمعنا، لا نحن كنا جزء من هذا التطور الطبيعي في القانون الجنائي الدولي لغاية بقت المحكمة الجنائية الدولية في 98 وأصبحت سارية في 2002. الكلام ده بنستفيد منه وين؟ لما نجي نقول والله في لجنة أنشأها مجلس السيادة وسموها لجنة جرائم الحرب، إذا معناتها هذه اللجنة تكون على نفس الوعي على نفس الفهم على نفس الرؤية بداعه المحكمة الجنائية الدولية، لأنه انت هنا بتتحول إلى محققين. وكونك زي ما ذكرت أنا قبل كده كونك تتكلم إنك تقول أنا محقق أو زي عندنا الناس المتحريين أقسام الشرطة تقول لك والله قسم التحري، أي ممكن تلقى واحد جندي عنده شريط شريطين رقيب رقيب أول مساعد نقيب. بعض الجرائم الجنائيه بتكون شويه كده صعبه بيقول لها رايد مقدم كده دكم. ولما نجي نتكلم عن جرائم الحرب والتحقيق فيها والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعيه محتاجين ديل هم ذاتهم نعمل لهم دورات تاهيليه كمحققين في هذه الجرائم. يعني كونك تكون محقق او متحري جريمه قتل 130 ما عندها اي علاقه بانك تتكلم عن جرائم الحرب بموجب المادة 188 من القانون الجنائي السوداني. دي أكثر تعقيدا. هنا فرد قتلوا واحد قتلوا اثنين، لكن هنا قتلوا ألف، والناس اللي قتلوا ألف عملوا اغتصاب ونهب وعملوا كيف تبدأ تحرياتك هنا؟ لذلك أنا بوصي أخواننا في اللجنة الجديدة شكلوها الآن إنه يهتموا بعملية التطوير والتدريب وترقية المحققين. إذا نحن عايزين نتكلم عن تيم بتاع التحقيق سواء كانوا من ضباط في مستوى المخابرات وكانوا في الأمن أو في النيابة أو في الشرطة، ديل محتاجين دورات تأهيلية كيف يكونوا محققين في الجرائم الدولية. ده زي ما قلنا أخوانا ده علم وعنده خبرته وعنده تفاصيله. يعني زي ما أنا قلت ابتداء ده بنستفيد منه في شنو؟ إنه هل حتاخذوا حقوقكم ولا لا؟ إذا شغلك هنا ما نجيط شغلك كان ضعيف
بطبيعه الحال لما تجي المحاكم بتكون خسران لانه ما قدرت تقدم قضيه قويه، فهنا ما بتكون في تعويضات. طيب النظام العراقي ما بعد صدام حسين طبعا وصل لقناعات، لذلك كان تعاملهم سهل، لكن ايامهم الاولى كان في مجابدات انه هل يدفعوا ولا ما يدفعوا ويدفعوا من وين. بعد ده بقت المساله البترول مقابل الغذاء، اذا الناس سمعت الشعار ده زمان. فبالتالي النظام العراقي قال والله احنا ما عندنا مانع ندفع 0.5% اللي هو نص في سوري 0.5 اللي هو نص في المية اللي هو نص اقل من 1% للعراق للكويت كتعويض في التدمير للمنشآت النفطية حصل سنة 90 91. بعد ذاك الناس مشت كثير جدا وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان انه المدفوعات اتوقفت في اكتوبر 14 بسبب التحديات الأمنية والمشاكل في الميزانية اللي كان بتواجهها العراق. بعد ذاك الكويت جبلت المقترح واصبحت المسألة تدفع شوية شوية لغاية ما اسي تم المبلغ كله بتاع ال 52 مليار دولار و 400 مليون دولار. طيب نجي للموضوع المهم الثاني، لما الباب اتفتح للتعويضات انا عايز الناس تركز وتستمع لي كويس جدا جدا. الناس اللي كانوا في الكويت او حتى اللي كانوا في العراق وحصل لهم ضرر قدموا مطالبات بالتعويض. نشوف العدد كم. العدد كان حوالي 2,700,000 طلب. كم؟ 2,700,000 طلب قالوا نحن متضررين من الحرب الخليجية من احتلال العراق للكويت. طيب وكل زول جاب المطالبة حقته. التوتل بتاع المطالبة كان في حدود 352 مليار دولار. 352 مليون دولار. والناس اللي قالوا دارين تعويضات 2,700,000. اللجنة اشتغلت وعملت فحص ل 2,700,000 طلب، في الأخير لقت إنه اللي بيستحقوا 1.5 مليون. يعني في زي 1,200,000 ديل ما عندكم حق. نستفيد من الكلام ده، الآن على اللجنة بتاعت الحرب دي تفتح الباب بإجراءات محددة عشان تستقبل الطلبات. بطبيعة الحال هتجيها طلبات ممكن في حدود 1,000,000 لأنه الحرب كلها كانت 45 يوم. الآن الحرب حقتنا 4 شهور وممكن تزيد. والحرب الآن في الخرطوم كمثال أو في الجنينة غربي دارفور أو في كتم وزالنجي أو في الأبيض تضرر منها مئات الآلاف. طبعاً العدد لسه ما بيصهر بعدين في المطالبات. فيمكن أن نقول العدد ممكن يصل لغاية 1,000,000. شالوا زول دردكتو، شالوا عربية، شالوا عجلة، شالوا موتر، شالوا حمار، كسروا راكوبة، دي كلها دار تعويضات مش ناس العمارات بس، لا كله كسروا دكاكين. الجماعة اللي عندهم بترينة اللي بسموها الضلفة، في يكون في دكان في ضلفتين بالجنبتين بيكون معلق حاجات كده، ده برضو عنده الحق. كل الناس عنده حق. اللي بيبيع اللبن ده ما عنده ماشية ماتت، البقر بتاعه مات برضو عنده حق التعويض. أي زول يا أخوانه متضرر يقدم طلب. فبالتالي اللجنة دي أتوقع إنه يجيها حوالي 1,000,000 طلب، وحتفحص الطلبات عشان تتأكد إنه ما في ازدواجية في الطلب، ودي دار ضوابط. أنا عندي لا تصور يعني برضو إنه شنو الضوابط أن إحنا ممكن نعملها عشان نمنع الازدواجية. يعني كمثال أنا لما نقول والله عندي استمارة بأخذ الرقم الوطني ما بتكرر، لكن ممكن اخذ رقم العربيه الشاسيه بتاعها عشان ما يتكرر، اخذ رقم البيت عشان ما يتكرر، لانه ممكن في اسره واحده يقدموا منها 3-4 طلبات، كيف امنعها؟ اذا انا محتاج اكون قادر اتصور شنو ممكن يحصل في المستقبل، شنو ممكن. وطبعا نحن بنفتكر الناس كلها صادقه، لكن برضو ممكن تلقى نسبه ضئيله عندها اشياء اخرى، لذلك شنو الضوابط؟ عشان كده نحن نقول اخواننا في تجارب كثيره في العالم، وواحده من تجاربنا تجربه حرب الخليج.
فبالتالي ال 2,700,000 طلب اتقدم اخذوا منه 1.5 مليون. الناس قالوا دارين 352 مليون دولار ادوهم كم؟ 52 مليون من سوري 52 مليار. يعني الطلبات كانت دايره 352 مليار، حاجه ضخمه جدا جدا. في الفحص ادوهم 52 مليار، حاجه اقل. طيب في كلام كثير في التقارير، انا ما اخش التقارير كثير. على العموم انه الملف اغلق زي ما انا قلت في 22 فبراير سنة 22، وكده الملف اتقفل. طيب نجي لوضع السودان، والباب مفتوح الآن للناس اللي دارين يضيفوا، وممكن نحن نعتبر ده جزء أول. الناس تسمع مني، بكرة نعمل الجزء الثاني برضو عشان ما نطول في اللايف. طيب في السودان كشفت لجنة متضرري حرب الخليج إنها قدمت عبر وزارة الخارجية بنحو 18 طلب للأمم المتحدة بشأن التعويضات البالغة 250 مليون دولار. ده رقم يعني زي ما قلنا إحنا عدد المتضررين في حدود 42,000. قاموا عملوا لجنة، في لجنة قالت المطالب حقت المتضررين في حدود 250 مليون دولار، لكن هل أدوم؟ أنا بحكي الكلام ده بعدين بالتقرير. رئيس اللجنة قال والله المتضررين دونوا بلاغ بموجب المادة 177 الفقرة 2 من قانون إجراءات الجناية خيانة الأمانة. اتهموا حكومة السودان، قالوا حكومة السودان المبالغ الجات من الأمم المتحدة في حدود 250 مليون دولار انتوا وديتونا قروشنا، انتوا أكلتوا القروش. واتهموا فيها البشير وعلي عثمان ومصطفى عثمان وآخرين بتهمة الفساد. جات الحكومة ردت قالت لا، الكلام ده ما صحيح، وشطبوا لهم البلاغات بتاعتهم. جاءت الحكومه الانتقاليه استبشروا خير المتضررين بعد 2019، قالوا والله الحكومه الجاده تحت الثوره، وانبسطوا وقالوا يمشي يقابلوا حمدوك ويقابلوا وزير شؤون مجلس الوزراء، لانه جهاز السودانيين العاملين بالخارج بيتبع لابنه لوزير شؤون مجلس الوزراء. لكن طبعا للاسف الشديد وعود واكاذيب، وفي الاخير هم عملوا تظاهرات وعملوا إضرابات وعملوا زي ما بقول اعتصامات، فكان الموضوع كبير جدا يا أخواننا. لذلك في الأخير قدموا مستندات وما استحقوا. الحكومة قلت لهم لا، أنتوا أخذتوا كل القروش، أجاتنا من جنيف، أجاتنا من لجنة التعويضات. فبقت القضية الآن ما بين المتضررين ضحايا حرب الخليج وحكومة السودان. يعني باعتبار انه حكومة السودان ممكن يكون فيها البشير يمشي، يجي حمدوك يمشي، تجي الحكومة الجاية تمشي، وهكذا تظل القضية موجودة. لانه هؤلاء المتضررين بيفتكروا انه هم عندهم حقوق ولم يأخذوا بحقوقهم. على اي حال ده موضوع كبير جدا. على حسب اللجنة برضو صرحت انه الناس اللي استلموا من المتضررين حوالي 25% فقط، اما الباقيين ما استلموا حقوقهم. دي حتى افتكر مهمة جدا جدا. ومنها رفعوا مذكرة الى الامين العام لجهاز السودانيين بالخارج، ورفعوا طلب برضو لممثلين الوزارة مجلس الوزراء واعضاء الآلية الفنية، وايضا رسلوا هذه الخطابات وكلها بيكتبوا عليها مطلوبات متضرري حرب الخليج الثانية، وبيقولوا انه العدد الكلي للمتضررين وتفاصيل الشرائح الف باء جيم. طبعا الف باء جيم اللي هو زي ما نحن دائما بنقول كله فئه بدوها تعريف لها، بيقولوا الف الفئه كذا كذا كذا، باء الفئه كذا، مثلا مطالبتها فوق ال 100,000 دولار، اقل من 100,000 دولار الى اخره. فوضح انه هم مظلومين، وقالوا انه المبالغ المحتجزه لدى الامم المتحده ويطلبوا الافصاح بها. حكومه السودان قالت لهم والله يا اخواننا دي القروش اللي جاتنا وزعناها لكم، في قروش ثانيه موجوده عند الامم المتحده. المتضررين قالوا خلاص ورونا القروش اللي جاتكم كم، والقروش الموجوده في الامم المتحده كم، وماذا تم من عمل من قبل هذه اللجنه عشان تديهم كشف. يعني مثلا نحن بنقول 42,000 متضرر، دفعت لهم كم؟ يعني يقول والله فلان اديناه 10,000، اديناه 20,000 الى اخره. دي كانت
طلباتهم، لكن المسألة برضو زي ما قلت ما مشت. عملوا اتصال بالمنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنساني في السودان المؤقت، برضو قال لهم والله أنا ما مختص بالمسألة دي، الشغل ده هناك في جنيف. برضو رسلوا خطابات جات برضو نيجاتيف، ما في تعاون. المهم يعني افتكر انه يعني حقيقة ما زالت عندهم حقوق، ومن حقنا نقيف معاهم ونشوف الطرق الصحيحة اللي بترجع للناس حقوقهم، وزي ما بقولوا دائما ما ضاع حق وراه مطالب. ايضا رفعوا دعوة قضائية في محكمة الامتداد الجزئية، رفعها عمر بريمة ضد مجلس الوزراء، وجاءت وزارة العدل ردت قالت يا اخواننا الناس ديل ما عندهم حق، وشطبت الدعوة بتاعته. وعلى العموم الموضوع طويل جدا، انا عملت البدايات الاولى، وفي تقرير مهم اللي هو التقرير الختامي الآلية الوطنية لمراجعة ملف متضرري حرب الخليج، كان في شهر 6 سنة 2021. انا حقوله هذا التقرير غدا ان شاء الله في الجزء الثاني، لانه ما بقدر نقول كل الكلام في هذا اللايف، فبالتالي غدا حنواصل في المواعيد ان شاء الله، حنتكلم عن التقرير الختامي للآلية الوطنية لمراجعة ملف متضرري حرب الخليج. طيب نحن ليه استعرضنا قضيتهم؟ لانه قضية نمرة واحد عادلة، نمرة اثنين اذا نحن كمتضررين من حرب الجنجويت والمرتزقة ديل ايضا يلزمنا انه نشتغل شغل قانوني صحيح عشان حقوق الناس ما تضيع. هم اجتهدوا خلال 30 سنة، من متابعتي المتواضعة ما كان عندهم المؤسسات او المنظومات القوية كانت بتخليهم يقدر يقعدوا مع الأمم المتحدة أو يقدر يقعدوا مع حكومة السودان عشان يعرفوا التفاصيل. للأسف هم ما قدروا يعملوا هذا العمل التنظيمي إلا لاحقا، لذلك ضاعت حقوقهم. واحدة من الأسباب حقوقهم ضاعت لأنه ما كان عندهم المؤسسات التنظيمية اللي بتحدد العدد والأرقام والمتابعات. طبعا يا أخواننا الكلام ده كان سنة 90 91 وكده، النت في الزمن داك ما كان متاح، المعرفة المعلومات ذاتها ما كانت متاحة إلى آخره. الآن نحن في 23، النت متاح، المعلومات متاحة، السودانيين الآن موجودين في الخارج بكثرة، القانونيين داخل وخارج السودان موجودين بكثرة، فبالتالي يمكن نحن الآن نستفيد من المشكلة اللي حصلت لهم في إنه كيف نوجد الآليات الصحيحة اللي بتحافظ على حقوق المتضررين من حرب الجنجويت. عندنا حاجتين من الرسالة، الحاجة الأولى وقفتنا وتضامننا مع المتضررين في حرب الخليج، اثنين حنستفيد من هذا الدرس نوجد الآليات اللي بتحافظ لحقوق المتضررين من حرب الجنجويت. لكم كل التقدير والاحترام، إذا كانت في أسئلة أنا حاول أجاوبها سريعة، لكن غدا إن شاء الله حنتكلم عن الآلية الوطنية حصل فيها شنو. أقبل قال كلامك صحيح، نحن متضررين من حرب الخليج ولم يتم تعويضنا. حنتواصل بكرة إن شاء الله بالتفاصيل. محمد قيلي لك التقدير والإحترام، إذا كانت في أسئلة خفيفة نحاول نجاوب عليها. في ناس بيطلعوا من الموضوع بطبيعة الحال، الفئة جيم بس هم اللي استلموا كافة حقوقهم على حسب كلام أبو روكا ولا شو ما عارف. فحنشوف بكرة التقرير ده قال ألف وباء وجيم الحصل شنو. أنا بس بحب إنه أنتوا الآن هذه الرسالة وزعوها، دي أصبحت مسؤوليتكم. أنا أسي قلتها العندي ومتعاطف معاكم وواقف معاكم، أنتوا دوركم سمعتوا هذه الرسالة شيلوها وزعوها على 42,000 متضرر لحرب الخليج. بكرة نتلاقى ونجتمع لكم نوريكم عندنا شنو وتورون عندكم شنو، ونحاول نفكر حنعمل شنو، هل بالطريقة بتقدروا ترجعوا حقوقكم دي ولا ما بتقدروا ترجعوها. الكلام ده كله عشان الناس المتضررين من حرب الجنجويت يكونوا عارفين الأخطاء والقصور اللي حصل لكم ما يحصل للجماعة دي. دي الفكرة الرسالة. فلكم التقدير والاحترام، ونتواصل غدا إن شاء الله
والتحية لكم عبركم لقواتنا المسلحة الباسلة والنصر بإذن الله، شعب واحد جيش واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.